اتنين كفتة، تلاتة كبدة، أربعة شاورما. والنبي بقى ما تنسوش الطحينة. اه انا عارف ان السندوتشات عليها طحينة، بس انا عايز طحينة زيادة. لا يا فندم، بابا غنوج حاجة والطحينة حاجة تانية. اه ده عليه بتنجان. اه والنبي ما تنساش الطحينة. شكرا يا باشا، شكرا، السلام عليكم. استاذ محمد اهلا بيك. مساء الخير. شكرا يا فندم، اتفضل حضرتك. ربنا يخليك. اتفضل. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم، الف هنا. شكرا جدا، ربنا يحفظك. ده ما جابش الطحينه. ما جبتش الطحينه ليه يا بابا؟ تاني ما جبتش الطحينه؟ فين الطحينه يا محمد؟ فين الطحينه يا محمد؟ هذا الرجل لم يستطع توفير الطحينه له ولاسرته، فكيف سيوفر لهم الحياه الكريمه؟ الطحينة! ها يا محمد، ها يا سيدي. لا يا عم، لا ليه يا عم، ولعب ليه؟ لا لا شغال. اه لا قول له خمس دقايق يا عم. لا خير، اشتغل. لا بقت كويسه الحمد لله، ما تقلقش. يلا حبيبي، مع السلامه. مع السلامه يا ريس. الطحينة يا ريس، يا ريس. فين الطحينة؟ ما شفتش بتاع الدليفري؟ فينو فينو من الكلاب ده، راح فين؟ فينو 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 اللي قلبي معاه؟ فينو غايب يا هوا؟ لا يا سماح، انا امي مش غلطانه يا سماح. لا يا حبيبتي، امك اللي غلطانه يا سماح، وانت عارفه ده كويس. انا امي ما بتغلطش. لو امك ما يصحش تقول لها هنجيب السجاجيد بيضاوي يا سماح. معلش، انا امي اكتر واحده تفهم في السجاد، وانت عارفه ده. طب قسما بالله ما هجيب سجاد، وخبط راسك في الحيطه يا سماح. خليها اقضيها كده بقى على السيراميك بالشرشوفه. لا كاتشب. يعني ايه يا باشا يشتكيني؟ يعني يا باشا ايه اللي حصل؟ يعني ايه؟ يعني ايه الاوردر اتاخر؟ ما اتاخرش يا باشا، ما الاوردر هيجيله. هو انا هاكله يعني؟ يا يعني ايه يا باشا هيبرد يا باشا؟ يعني في ايه؟ ما كلها دلوقتي عندها مايكرويف وبتسخن، هي افوره وخلاص. حاضر يا باشا، خمس دقايق ويبقى عنده. حاضر، عينيا. يا سماع، مش مكتوب قدامك مكالمة انتظار يا سماح؟ يعني ابقى مش فاضي، اتنقلي فيلي. وادي الحواوشي، واتصل بالفرع يدور عليه. ناقصة خصومات ونيلة. لا ناقص. يا ريس الطحينة، يا ريس الطحينة، الطحينة يا ابني. انت اللي عملت في نفسك كده يا صاحبي، انت اللي ما جبتش الطحينه يا غبي. الطحينه كانت جوه السندوتشات.